السلام عليكم، الاسم عمر عباس، استاذ رياضيات بالمعهد النموذجي بالمنستير، خبرة في التدريس حوالي 27 سنة. مادة الرياضيات هي مادة تخاطب العقل، ماهيش متاع حفظ، مادة فيها التفكير، مادة فيها اللوجيك، فيها البناء. الرياضيات عادة هي فيها زوز محاور كبار، يعني الهندسة يعني الجيومتري وفما الاناليز. طبعا الهندسه يعني فما بالنسبه للبكالوريا فما نورمالمون عندنا بارتي كومبلكس نمبر كومبلكس، بالنسبه للرياضيات يعني عندهم جيومتري بلان وهي مهمه ومهمه ياسر. ما فماش امتحان تاع بكالوريا ما يحكيش على البارتي هذه، جوان ولا كنترول كل عام يعني يجي على المحور هذا بالذات اللي هو لا جيومتري بلان. اهم شيء هو فما ذكاء، ذكاء الطبيعه هذا كمان عند ربي بيان سور خاطره مطلوب، ولكن زاد الذكاء وحده ما يكفيش، يلزم الذكاء ويلزم الخدمه. ماده الرياضيات راهو هي ماده مش الكم، هي ماده الكيف، يعني يلزم تلميذ كيف يخدم يلزم يخدم معناها دي ديفيرون تيب ديكزرسيس، ويلزم يبدا اجور تراكمات تخليه يفقد التركيز وبالتالي ما عادش ينجم يخلط. ماده الرياضيات راهي مفتاح للجميع، جميع الشعب، ينجم يتبع البرانش نتاع العلوم، ينجم يتبع البرانش نتاع الصحه والبرانش نتاع الميديكال. الرياضيات تحل مشروع كبير ياسر معناها بالنسبه للتلميذ، وتخليه ينجم يتوجه وينجم يخدم في الجامعه بطريقه سهله ومن غير حتى تعب. بالنسبة للأسئلة متاع أبنائنا التلاميذ، سلام، أنا عندي مشكلة أنه نفهم الدرس ونخدم عليه ولكن من بعد ما نلقاش نتيجة في الامتحان. بالنسبة للدرس راهو العمل متاع الأستاذ راهو ما يعوضه حتى عمل آخر، ما يعوضه حتى خدمة أخرى. الدرس شنو؟ الدرس هو يبدأ في سوية، يعني كيما نقولوا وان شابيتر نجم تقرا في 10 ساعات. اذا كان تلميذي راتي الساعتين الاولانيين ولا الثانيين ولا الثالثين، راهو فما كونتينيتي، راهو فما تواصل، وبالتالي ما عادش ينجم يفهم البقيه نتاع الدرس، وبالتالي باش راتي الدرس كامل. التراكم التراكم بعد تراكم بعد تراكم، راهو وقتها يولي صعيب ياسر ان التلميذ يدرك، وصعيب ياسر ان التلميذ فهمتني ولا يولي تكثر عليه الامور ويرجع باش يفهم النيسيون هذوك. السؤال الثاني بيان سور قال نفهم في ساعة وقت الكور، اما من بعد نلقى صعوبه كي نجي نختم. بالحق موترتني المشكله. انا ننصح نقول له كي تحب تخدم دي زابليكاسيون ابدا بدي زابليكاسيون سهلين بالتدرج، وعندك الحلول نتاعهم. راه شوف معنا وقتاش التلميذ يتقلق، وقت لما انا بعد ما يخدم سيري ولا زوز على الكور هذاك فهمتني ولا، يجي باش يخدم من بعد وقتها ينجم يتقلق. اما اذا كان معنا مازال كيقري الكور باش يبدا يخدم سيري ولا باش يخدم تمرين وكذا وما ينجمش يخدم، راهو طبيعي ماهيش حتى التلميذ الباهي راهو ينجم يوحل عادي. البطء في الاجابه على الاسئله او بالاحرى في الامتحان، كيفاش نجم نربح وقت الامتحان ويكفيني الوقت، شنو العلاج؟ راهو الامور نتاع الوقت راهو ستانفو بروبليم، ما عندك حتى مشكل في الوقت. ما فهم ممكن باك اطول اطول باك ممكن جات توا 3 سنين ولا عامين التالي، معناها وكل التلميذ العادي معناها متوسط ينجم يكملها في اقل من وقتها بشوي. دونك الوقت مدروس، ما عندكم حتى مشكل في الوقت. باركونت راهو ساعات يسلك تلميذ يقول لك انا عندي امتحان في اربع اسئله اربع تمارين، معناها اسكو الوقت نقسمه على اربعه ولا كيفاش؟ انا نجاوب ونقول راهو بالنسبه للتوقيت نتاع التلميذ راه عمرنا ما نقصوا على تمرين قالوا شنو يجي الوقت سيزم في التمرين اللي بعده. ما طالما تجاوب وتجاوب صحيح يزمك تواصل وما تقصش بالكل. الوقت اللي يزمك تقص عليه هو في التفكير، كي تبدا تفكر في سؤال فما وقت معين ما يلزمكش تفوتو ياسر، وخاصه الاسئله في الامتحانات وخاصه البكالوريا ما فيهاش بلوكاج، معناها الامتحان تلقاه ما تلقاش تمرينك اللي لسؤالك اللي اذا كان جاوب عليه تواصل، ما تنجمش تجاوب عليه ما تواصلش. كيفاش اخر العام الريفز اللي قريناه؟ خاطر انا باكمات وبرشا شابيترات في الباكمات صحيح. بالنسبه للريفيزيون اخر العام انا راهو احسن حل هو انه في المراجعه يخدم دي زيكزامان، يخدم دي زيكزامان دو ريفيزيون دي سوجي دو ريفيزيون. بعد ما تكمل دوفار دو سينتيز نيميرو 3 تعدي نهارين ثلاثه تعمل مراجعه للقديم بارتي الاولى نتاع العام، وتعمل مو عندك تلخيص انت نتاع الدروس الكليكي تقراهم التلخيص هذوكم بالباهي فهمتني ولا، ومن بعد تبدا تخدم كل شيء. السوجيات اللي باش تخدمهم سوجي دو ريفيزيون ابار الباكالوريا، سوجي دو ريفيزيون اللي باش تخدمهم لازم يكونوا شاملين،
يبدا فيه الكومبلكس وفيه الجيومتري بلان وفيه الاريتميتيك وفيه كل شيء. بعد البارتي هذيك وبعد ما تزيد تخدم شويه خصص وقت معين انك تزيد تخدم شويه باكات نتاع تونس، خاطر احسن حاجه تخدم بها البارتي ريفيزيون نتاعك هي لي باك تونيزيان. الماتيريال اللي باش تعديو بيه بيان سور يلزم يكون فاميلي بالنسبه للتلميذ، يعني مش معقول يجي زاد التلميذ قبل اسبوع من البكالوريا ويشري كالكولاتريس جديده ما يعرفش حتى منين تتحل. راهو حاجات من نوع هذا، راهي حاجات مهمه ياسر. نعم ولا الفلسفه هي الاصل نتاع كل علوم، ولكن زاد تجي بعدها الرياضيات. الرياضيات تعمل عليها العلوم الكل، الفيزياء والكيمياء وكل شيء. دونك هذا شنو نعم بالنسبه لله، قلت على خاطر الفلسفه هي اصل جميع العلوم. نعم طبعا الكاشي ديجا احنا تو تلمذتنا يقراو في مثلا في لي فورمول نتاع الكاشي. دونك برشا علماء عرب ازدهرت الرياضيات بفضلهم، ولكن بقوا في المده الاخرى لا غالب تراجعنا شويه. نعم الرياضيات كما قلت هي تخاطب العقل، الرياضيات تخليك تعرف تفكر، وكيف الانسان يفكر ويفكر بطريقه صحيحه وقت ينجم يحل اغلب المشاكل اللي تعرض. لا مش صحيح صعب برشا، يقولوا انهم صعب برشا، هم سيريو سي ان بو سيريو، ولكن لا بالعكس. الاستاذ اولا ولي، الاستاذ مربي، رياضيات ولا غير رياضيات بالعكس الاستاذ يعني يلزم يكون قريب للتلميذ، يلزم يسمع التلميذ، يلزم يفهم تفهم التلميذ. لا جمله لا بالعكس، احنا حتى قلت لك قرينا قبل عند الاساتذتنا نتاع الفرنسي ونتاع الانجري، يعني جماعه المات سيونس جماعه اللي قراوا الرياضيات يبداو هما متميزين، راهو متميزين على جماعه الادب، هذا معناها معروف وهذا معناها نبصم بالعشره كما يقولوها. الفنون راهو عندها جانب تدخل فيه الرياضيات، برشا اعداد كيما بي كيما النومبر دور قاع توظيف الرياضيات في برشا في 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 مجال الفنون برشا. راهو الوقت قريب وقريب ياسر باش نجم تحقق الطموحات اللي كنت رسمتها، وبالتالي اكثر تركيز اكثر خدمه اكثر عمل، وربي يوفق الجميع وربي ينجح الجميع، وان شاء الله نجح بالتفوق طبعا فهمتني ولا. وراهو على كل حال القرايه هي مرحله من مراحل الحياه وماهيش كل الحياه.